قبة يونس الدوادار. والدوادار هي كلمة دارجة في العصر المملوكي ومكونة من مقطعين دوا وتعني دواية الحبر، والشطر الآخر فارسي دار وتعني المسؤول، وهي وظيفة عادلة الآن منصب وزير الخارجية. وكان يونس الدوادار يعمل في منصب الدوادار أو كاتب الرسائل السلطانية لدى السلطان الظاهر باركوك مؤسس دولة المماليك الجراكسة. ويرجع تاريخ إنشاء هذه القبة إلى العصر المملوكي، وبالتحديد في نهاية العصر المملوكي البحري وبداية العصر المملوكي الجركسي. وقام ببناء هذه القبة الأمير المملوكي يونس الدوادار في عام 783 هجري 1382 ميلادي لتكون مدفنا له، غير أنه لم يدفن بها في النهاية، حيث أنه توفي الأمير يونس الدوادار ضمن حوادث الفتنة التي وقعت بين يلبغ الناصري نائب حلب والجيش المصري حينما خرج يلبغ الناصري على السلطان الظاهر باركوك. وذكر العسقلاني في الدرر الكامنة أنه قتل في عام 771 هجري، لكن الثابت عند جمهور المؤرخين أنه قتل في عام 791 هجري. وتقع قبة يونس الدوادار بشارع باب الوداع المتفرع من سكة المحجر بمنطقة الدرب الأحمر بحي الخليفة بالقاهرة. وتوجد هذه القبة أمام سبيل شيخه. وقد ذكر المقريزي عن موقع هذه القبة وقال إنها خارج باب الوزير تحت القلعة. تتميز هذه القبة بأنها ضمن ثلاث قباب في القاهرة بنيت على الطراز السمرقندي ذو الرقبة الطويلة، وهي مكونة من ثلاث حجرات، وفي الغرفة الأخيرة يوجد مجسم خشبي مغطى بقماش أخضر عليه كتابات وآيات قرآنية وأدعية منسوبة لصاحب الأثر. وتحمل هذه القبة رقم 139 بوزارة الآثار. وشيد الأمير يونس الدوادار العديد من العمائر، وفي القاهرة شيد القيصرية، وله تربة أخرى خارج باب الوزير وهي قبة تسمى قبة أنس، موجودة بصحراء المماليك بجوار خانقاه السلطان فرج بن باركوك، ومدرسة خارج دمشق، وخان خارج غزة بالتحديد خان باركوك، وسميت المدينة على اسمه خان يونس. وبكده نكون عرفنا واحدة من ثلاث قباب تم تنفيذها على الطراز السمرقندي، وهي قبة يونس الدوادار الذي لم يدفن بها. وإلى اللقاء مع مكان جديد في سلسلة أماكن وحكايات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.